بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. بداية أشكرك أستاذ عبد الرحمن على هذا اللقاء. شهر رمضان، هنيئا لمن أدرك شهر رمضان وأعانه الله عز وجل على صيامه وقيامه. شهر رمضان شهر الإرادة، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانت فتوحاتهم في شهر رمضان. كان شهر رمضان شهر إنجازات لهذه الأمة الإسلامية. شهر رمضان شهر فضيل، كيف لا يكون شهر إرادة وعزم وتقدم في مسيرة هذه الأمة والإسلام؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيضا أحث نفسي وأحبتي وإخواني على استغلال هذا الشهر الفضيل خير استغلال من الشباب بالمبادرات الاجتماعية، فكان لنا سابق تجربة في هذا الأمر عندما نتذكر فئة غالية على أنفسنا، دار الرعاية الاجتماعية، الأيتام، الفقراء، المساكين، أيضا العملاء، عمال النظافة، فعمال النظافة يستحقون أيضا منا هذه اللفتة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في بداية هذا اللقاء أهنئ نفسي وأهنئ المشاهدين جميعا بحلول هذا الشهر الكريم، شهر النفحات، شهر الرحمات، شهر الرضوان، شهر الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام، كما أشكر لهذه القناة المباركة هذا البرنامج الرائع الخفيف الدسم في الوقت نفسه. التكافل في رمضان له مظاهر كثيرة جدا، منها أولا أن الصائم إذا صام فإنه يحس بالجوع والعطش، فيحس بآلام إخوانه، فتسخو نفسه لأن يجود وأن يسخو بما آتاه الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى من معاني التي يشير إليها الصيام، ومنها حكمة الصيام أن يدرك المؤمن حاجة إخوانه. فمن لم يذق طعم الجوع والعطش قد لا ينتبه إلى عطشي وظمئي وجوع إخوانه. وأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بغيا رأت كلبا يعتصر الثرى من شدة العطش، وكان قد نزل بها عطش شديد، فسقت ذلك الكلب. وفي رواية أخرى أن رجلا جاء إلى بئر فنزل فيها، فلما شرب وخرج فإذا هو بكلب يعتصر الثرى من شدة العطش، فقال لقد نزل بهذا الكلب مثل ما كان بي من العطش، فنزل فسقاه فشكر الله له. والشاهد في قوله نزل به مثل ما كان بي، فإذا أحس الإنسان بألم شيء أحس بحاجة إخوانه. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهار، وأما بنعمة ربك فحدث. كأنه يقول له كما كنت يتيما فارفق باليتيم، وكما كنت من غير هدى فارفق بالضالين، وأما بنعمة ربك فحدث أي حدث ما أعطاك الله من الوحي. كذلك من مظاهر التكافل في رمضان أو من الأمور التي تستدعي التكافل في رمضان أن المؤمن يقرأ آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها الحث على الإنفاق، فتتحرك نفسه. هذا الشهر هو شهر الصيام وشهر القيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإنما يكون القيام بالقرآن، فإذا قرأ المؤمن القرآن ومر بآيات الإنفاق تحركت نفسه للإنفاق. وكم سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأثر بآية فأنفق فكانت في ذلك سعادته. من ذلك ما يروى عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه لما سمع قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تحركت لها نفسه، فقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء فاجعلها حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح اجعلها في قرابتك. وكذلك ما يروى عن أبي الدحداح رضي الله عنه أنه لما سمع قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له تحركت نفسه لهذه الآية،
فقال: يا رسول الله، أيستقرضنا الله وهو الغني؟ قال: نعم، يستقرضكم ليرفع من درجاتكم. فتصدق ببستان لم تعرف المدينة مثله، فجاء وزوجه وأولاده يلعبون فيه ويأكلون ويشربون، فقال لزوجه: بيني منه بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله لخير زادي. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لماذا؟ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وهذا يعني أثر القرآن، عندما يقول ابن عباس: حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، وإذا جاءت مضاعفة الله فأبعد الآلات الحاسبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصدقة وصالح الأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.